شهدت العاصمة البوليفية وعدد من مدن البلاد تنظيم مسيرات احتجاجية ضد قرار المحكمة العليا للانتخابات الإذن للرئيس بوموراليس بالترشح لولاية رئاسية رابعة خلال العام المقبل. وبحسب تقارير إعلامية محلية فقد تم إغلاق الشوارع في العاصمة لاباس ومدن أخرى مثل كوتشابامبا وسانتا كروس وترينيداد وسوكري ما تسبب في عرقلة كبيرة لحركة المرور. وبالجهة الجنوبية للعاصمة أغلق المتظاهرون الطريق من خلال إقامة حواجز ورفعوا أعلاما ولافتات ضد ترشح الرئيس موراليس وطالبوا باحترام استفتاء سنة 2016 الذي رفض إصلاحا دستوريا كان يسعى من خلاله الرئيس الحالي إلغاء شرط الترشح لولايتين رئاسيتين متتاليتين فقط. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية البوليفية عن وزير التنمية والاقتصاد قوله إن المعارضة تسعى إلى تشويه صورة الرئيس إيفو موراليس ونزع الشرعية عن المحكمة العليا للانتخابات. وكانت المحكمة الانتخابية العليا قد أذنت للرئيس موراليس بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل للاستمرار على رأس البلد الجنوب أمريكي لولاية رابعة على التوالي في حال فوزه. وأعلنت رئيسة المحكمة ماريا كريستينا تشوكي قرار المحكمة بالسماح لثمانية مرشحين بالمشاركة في الانتخابات التمهيدية التي ستجرى في 27 يناير قبل الانتخابات العامة المرتقبة في أكتوبر 2019، ومن بين هؤلاء إيفو موراليس وألفارو غارسيا. ويعتبر موراليس الذي وصل إلى الحكم سنة 2006 الرئيس الذي راكم أكبر عدد من الولايات الرئاسية المتتالية في تاريخ بوليفيا.